صباح الخير. حلقة لبنان وذا تويست اليوم كتير سبيسيال لأنه بكل بساطة ضيفتي كتير مميزة. بأول لقاء أنا وياها كنت محضرة حالي لكلمة لأ لكل مغامرة ممكن اقترحها عليها. لهالسبب اخترت مشوار صغير حين بالطبيعة من مبدأ Let's take it simple. بتفاجأ فيها وبتقلي بس هي هي، أنا مجهزة حالي لمغامرة مش لمشوار. بونيتا سعادة صباح الخير. صباح الخير شيرين، كيف أهلا وسهلا فيكي. Thank you. بونيتا خلينا بالأول اشكرك لأنك وافقتي تطلعي معنا بلبنان وذا تويست، علما أنه أنت من الأشخاص اللي ما بحبوا الرياضة بالمطلق والنشاطات الخارجية والطبيعة بالمطلق ما كتير بتستهويكي. أول شيء أنا حبيت الفقرة لبنان with the twist وحبيت أن يكون موجودة فعلا معك بهيدي الفقرة لأنه تكتشف شيء أنا ما بحبه وما بعرفه، وهذا الشيء الجديد اللي حبيت أقدمه بإطلالتي بهالمقابلة. وكتير إيه فاجأتك وأنتوا فاجأتوني. هلأ فاجأتينا إيه، وبالكليب حيبين قديش كنت هيك متعاونة معنا. بس نحنا مش ما عملنا بس مشوار صغير بالطبيعة، يعني نحنا كمان عملنا قصص شوي مغامرة. قبل ما نشوف الكليب هيك خلينا نحمس شوي المشاهدين. أي شيء استصعبتي، المشوار يما المغامرة بحد ذاتها؟ المشوار. المشوار اللي استصعبتي؟ ايه بس هلأ لأنه أنا بجهل هيدا الشيء يعني. والإنسان عدو ما يجهل، صح؟ عرفتي؟ بس الاكسبيرينس كانت حلوة عن جد وما بعيدة يعني. بس إنه ما ولا نحنا ما بنعيدها معك. لا ما بحب السبورت، طب شو بعمل؟ عم بحاول. لا بس كنت كتير متعاونة، يعني الأشخاص اللي هلأ رح يشوفوا، المشاهدين رح يشوفوا الكليب معنا رح يقولوا إنه أنت أكيد عم بتزيديها. رح نشوف الكليب سوا ونرجع منتابع. أنت شو كان إحساسك لما كنت على تيروليان؟ كان إحساس شعور كتير حلو، خاصة عن جد لحقول شغلة اللي عملتوه من الأمان كان شيء كتير حلو. فماشي أنه كنت ما خايفة أبداً وكبيت حالي دغري، وبالعكس حسيت المسافة قصيرة، كان بدي بعد أطول لأنه فتت شفت على اليوتيوب هيك لأخذ فكرة، لقيت مسافات كتير كبيرة. فبالنسبة لألي هيدي ماشي. يعني بترجعي بتعيديها معنا؟ إيه أكيد. تطلع معنا مغامرة تانية؟ الهايكينج لا. الهايكينج لا. شو اللي استصعبتيه بالهايكنج اكثر شيء؟ مشينا مغاوير، نمشي 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 بين الصخور وما بعرف شو، انا لابسه الاسبادريل غلط. بقى اخر شيء وصلت مقطوع نفسي، انا قلت هي خلص المشوار، عملنا الاكسبيرينس الهايكنج وهلا بناخذنا شيء سيرفيس وبنرجع. هون قالوا لي لا بدك ترجعي كل هالمسافه. انا هون صار هون الجحيم صراحه. هلا رح نشوف كيف كانت ردة فعلك بخصوص الرجعه. محضرين لك هيك فيديو كتير لذيذ، بس رح نتوقف شوي مع العناوين نرجع منتابع.
متابعين بلبنان وذا تويست وضيفتي الكتير مميزة، وفعلا المشوار معك كان كتير سبيسيال، ما خليتينا نهدى كل الوقت، عم نضحك وكل الوقت عملتي لنا جو، مع انه كنت عم بتنقي، ورح نشوف كيف كنت عم بتنقي بعد شوي. انا كنت عم بنق؟ لا ما نقيتي ابدا. انا مونيتا عندي سؤال. انا بعرف انت بالمطلق انه بتحب تسافري وبتحب تكتشفي بلدان، بس مش مكتشفه لبنان. مزبوط، انا بشوف وبسمع كثير عن جد بمناطق، بس لحالي ما رح روح. عرفت انه اقعد اكتشف وسوق، بس اللي عم تعملوه بتسلطوا الضوء على مناطق، ولبنان في كتير اشياء حلوه، واستغربتها عن جد هالمنظر، الجبل اللي بين هلا بالفيديو والشلال اللي نازل، في كتير اشياء حلوه لو كل ويك اند واحد بيستفيد بيعملها. هلا ليش كنت عن جد عم بنق كتير؟ لانه كتير بخاف كل الوقت على اوعى اجري اوعى كذا، لانه عندي مسؤوليات، ما فيني ماني بقى هيك، عندي التزامات انا، خاصه هلا بالمسرح لاف ستوري مع هشام حداد وابو جيك وتوني ابو جوده. برويال على 04555000. رح نشوف، بس انه بخاف. لا بين معنا. هلا بالكليب اللي قبل شفناكي انك كتير مرتاحه، رح نشوف فعليا وراء الكواليس كيف كانت بونيتا. بالكليب رح زدتي كيف حلو، بس هو كله طالع عن تصوير سادية شيرين. لا ابدا مش راضي تساعدة. شو عادي، خلص نترك بونيتا هون وما نفلح ما كثير. هلا بيرجع بيجي فارس الاحلام بياخذ. اوكي عادي، اذا فيها فارس احلام حطوني بنص النهار، انا مستعده انطر. باي. لا ما عنيتلي انا صراحه، شلون زي بيزي احلى. انطري هون خمس دقائق ونرجع. فيها فارس الاحلام بتروحي وبتيجي بتلاقيني هيك العظمه، مشغوله بالطبيعه والقرف، موتوني الجوع. شو تعليقك بونيتا؟ بينتي على الحقيقه. هون مش بينتي، فضحتوني. ليك الهايكينج كثير لازم واحد يعرف كيف يدعس. ما فيك تدعسي عشوائيا، لانه ممكن اجرك تعلق بين صخرتين بين كذا وتروحيها. لكل شيء له التكنيك واساليبه واللباس المضبوط يعني. بس الهايكينج كانت كثير متعبه لإلي عن جد. يعني ما بترجعي بتعديها معنا از هايكينج؟ لا سوري. ولا نحن ما بقى رح نعزمك على الهايكينج. لكن بس اذا في شيء نحن التيروليان لا يعرفوا انه تعذبنا يعني، اخذت وقت كثير تحضيرها. اي شيء هيك بليز قولي لي. بس من حب اكيد. اوكي رح نرجع نعمل تيروليان، بس كثير طويله. وخطره كثير ومسافه كثير عاليه كمان. ليه بدك تقضي علي؟ لا ابدا، لانه عندك روح المغامره كثير. انا عامله التندم على فكره، ناطه من الطياره. شفت الفيديو. بونيتا ما بقى معنا كثير وقت، بس هيك سريعا شو جديدك؟ هلا حاليا عم بصور فيلم سينما كذبه بيضاء، اخراج نبيل لبوس شركه ايجل فيلم، مع توني عيسى جيسي عبده وسام صباغ وانتونيت عقيقه وجروب كثير حلو. بشهر 4 بتمنى انه تشجعونا وتحضرونا يا رب. كثير منيح، اكيد كل العالم رح يكونوا مشاهدين، رح يكونوا ناطرينك. ونحن بما انه انت اعطيتيني الضوء الاخضر انك رح ترجعي تعيد المغامره معنا. ان الله راد المغامره اللي جايه رح تكون كثير خطره. انا عن جد مرسي لك بونيتا، انا بدي عايدك ان ادفانس، وان شاء الله السنه الجايه تكون سنه خير وبركه وكلها سكسس ونجاح يا رب. ثانك يو لكم يا رب، وبالتوفيق لبنان وذا تويست، عن جد بشجعكم. برافو شيرين. مرسي كثير بونيتا. مشاهدينا اذا حابين ترجعوا تتابعوا او تحضروا بونيتا بلبنان وذا تويست، ما لكم الا ام تي في ريبلاي، ولا تعرفوا شو هن الحلقات وشو محضرين حلقات سبيسيال كثير مميزين لكريسماس ولا نيو يير، ما لكم الا تتابعوني على الفيسبوك بيج والانستغرام لبنان وذا تويست. هلا استراحة صغيرة ومنتابع لايف. سامي عيش.